السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتكلم النهاردة مع حضراتكم في الفيديو دوت عن الأدوية اللي بنستخدمها في الأيام الأولى من عمر الكتاكيت، من عمر كتاكيت الساسو، البط، الفراخ البلدي بأنواعها، الرومي، أي طير خلقه ربنا، السمان، الأرانب، أي طائر عمره أيام وعنده إسهالات ممكن نستخدم له من الأدوية دهيت. والأدوية طبعا المواد الفعالة أو المكون بتاعها واحد، ولكن الشركات بتختلف. مثلا في الدواء دوت الفلور فينيكول بيستخدم في الإسهال، مادة الفلور فينيكول ده شركة أخرى عاملة برضو الفلور فينيكول في شكل، وشركة أخرى، دي شركة ودي شركة. مادة تانية، شركة تانية عاملة الكوليستين في صورة بودرة، شركة تانية عاملة الكوليستين سائل، شركة تالتة عاملة نيومايسين، مادة تانية. النيومايسين بيستخدم في علاج الإسهالات في العمر الصغير لجميع الطيور. شركة رابعة ممكن بتعمل أحماض فيها لاكتيك أسيد والفورميك والفوسفوريك والفورميك، بتستخدم الأحماض العضوية ديت لعلاج الإسهالات. كلها مواد ومضادات حيوية بتستخدم لعلاج الإسهال في العمر الأول من حياة الكتاكيت. في مواد أخرى زي الإمبسلين، ومواد تانية أخرى زي اللينكومايسين، كلها مواد أو أدوية بتستخدم لعلاج الإسهال في الكتاكيت في الأسبوع الأول. الإسهال الناتج عن ميكروبات زي السالمونيلا، زي الإيكولاي، زي السيليموناس، كل أنواع الميكروبات السالبة لصبغة جرام. الأدوية دهيت يعني في حد يفضل ان هو يستخدم الكوليستين، في حد يحب يستخدم النيومايسين، في حد يحب يستخدم الفلور فينيكول، في حد يحب يستخدم الكوليستين السائل او البودرة، في حد يحب يستخدم الأحماض. انا بستعرض زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو دوت الاسماء المضادات الحيوية اللي بتستخدم في علاج الكتاكيت في العمر الاول. وانا كنت استعرضت الادوية البشري في فيديوهات على القناة زي الكابكت المعلق والمركب، وبعض المضادات الحيوية منها حتى الكوليستين والاموكسيلين على القناة للناس اللي مش بتلاقي الادوية البيطرية. نرجع تاني لحديثنا عن الأدوية المستخدمة في علاج الإسهالات في العمر الصغير. الكتكوت بتاعنا بيخرج من البيضة، ممكن يكون المعمل مش نظيف، المعمل بتاع الكتاكيت مش بيتطهر كويس، ممكن تكون الأم اللي جايبة الكتاكيت دهيت كانت مصابة بميكروب فجه عن طريق البيضة للكتكوت الناتج. فعشان كده الإسهالات دهيت في الغالب بتظهر في حياة الكتكوت الصغير في الأسبوع الأول، فلذلك الوقاية خير من العلاج. فلابد إن إحنا نستخدم أي من هذه المضادات ليتوقف الإسهال دهوت، عشان الإسهال طبعا بيكون له تأثيرات أخرى على الكتكوت بتاعنا، في يعني ممكن يدخله في جفاف، ممكن يزود العدوى، ممكن القطيع المصاب يصيب باقي القطيع. فلذلك لابد من علاج الإسهال بالمضادات أو بالأدوية اللي استعرضتها أمام حضراتكم. ولكن بحب أوضح إن مش أي دواء نستخدمه بطريقة عشوائية، لابد إن إحنا لما يكون عندنا مشكلة مرضية لابد إن إحنا نستخدم الجرعة المضبوطة من الدواء، ونستخدم الدواء المناسب، مش نحط أي حاجة ومش نستخدم أي جرعة. علشان كده كثير من الناس
كثير من الناس يستخدموا الدواء والدواء مش بيجيب نتيجة علشان ما بنظبطش الجرعة، ما بنجيبش المصدر الكويس للدواء، ما بنجيبش شركة محترمة من الدواء، ما بنظبطش زي ما قلت لحضراتكم الجرعة، ما بنستخدمش الدواء بطريقة كويسة، مية كويسة، مسائل نظيفة، الدواء بتاعنا ما بنستخدمهوش وقت كافي لعلاج الطير بتاعنا. فلابد ان احنا نراعي الجرعة، تركيز الدواء، وقت نزول الدواء عشان الدواء يجيب نتيجة مع مراعاة الحالة الصحية بتاعة الفراخ بتاعتنا. طبعا يعني الفلوروكول دوت بينزل من 1-2 سنتي. النيومايسين بينزل 1 جرام على 2 لتر، يعني نص جرام على لتر مية. الأحماض ديت بتنزل من 0.25 سنتي على لتر مية. الكوليستين بينزل من 0.25 جرام أو 0.5 سنتي أو 0.25 سنتي على لتر مية على حسب تركيزه، هو كام وحدة دولية. نفس القصة تركيز الفلورفينيكول كام، ولكن هذه هي الجرعات المعتادة. ممكن نضاعف الجرعة دي، يعني النيومايسين ممكن ننزله 1 جرام لو في مشكلة ممكن هننزله. طبعا يا جماعة جرعات اي دواء من 3-5 ايام، بس هننزل الجرعة دي كام؟ 3 ايام في 12 ساعة ولا 3 ايام متواصلين؟ على حسب وضع وحالة الطير بتاعنا. ولكن انا بقول قواعد عامة او معلومات لابد ان احنا نفهمها جيدا، ان احنا ما ينفعش نحط مرة دواء كده وخلاص واحنا عندنا مشكلة. لازم على الاقل 3 ايام لعلاج المشكلة اللي عندنا، ونراعي الجرعة وتركيز الدواء، ونسأل مختص او حد على علم وعلى خبرة في تربية الفراخ او الطيور بتاعتنا. الادوية دي بتنفع لكل انواع الطيور، بتنفع للسمان، بتنفع للحمام، بتنفع للارانب، بتنفع للفراخ البيضاء بكل انواعها، بتنفع للساس، وبتنفع للبط، بتنفع لكل او لجميع انواع الطيور. ديت الادوية او المواد اللي موجودة في السوق اللي استعرضتها مع حضراتكم، اللي ينفع تستخدم في العمر الاول او الاسبوع الاول من حياة الكتاكيت بتاعتنا. طبعا يا جماعة ما ينفعش الشيء بالشيء يذكر، ان الدواء ده هو استخدمت الفلوروكول مثلا في الاسبوع الاول، ما ينفعش لو انا عندي باقي الدواء دوت استخدمه تاني. لابد ان احنا نغير الدواء، نجيب مثلا نيومايسين، يبقى عندنا حاجتين، او نستخدم استخدمت الفلوروكول زي ما قلت لحضراتكم في العمر الصغير او في الحياه او في مره في الدوره، ما ينفعش استخدمه على طول، لان الطير بتاعنا هيكتسب مناعه من المضاد الحيوي دوت ومش هيجيب معاه نتيجه. فلابد ان احنا نغير المضاد الحيوي او العلاج بتاعنا، ما نفضلش معلقين عليه، لابد من التغيير علشان الطير بتاعنا ما يكتسبش مناعة، والميكروب هيولد أجسام مضادة أو أجسام مناعية ضد المضاد الحيوي ده هو، بالنسبة له مش هيأثر فيه. فلابد من تغيير الأدوية، ما ينفعش الدواء طول الدورة نستخدم أو طول العلاج أو طول الوقت نستخدم نوع مضاد حيوي واحد، لابد من استخدام نوع آخر في حالة إن إحنا ظهرت المشكلة تاني، او في حالة ان احنا عندنا تعب اخر، او في حالة ان الدواء ده هوت ما جابش نتيجة بعد ما استخدمنا جرعة كويسة واستخدمناه وقت كويس ورعينا ظروف الطائر ورعينا ظروف المية والدنيا
كلها متزبطة. دوت كل ما يخص استخدام مضادات الإسهال في الأسبوع الأول من حياة الكتاكيت. والقناة طبعا فيها استعرضت فيها فيديو كبير، فيديو كويس عن مضادات الكوكسيديا، وفي كثير من الفيديوهات على القناة بنتكلم فيها عن الأدوية واستخدامها الأمثل. تابعوني على قناتكم قناة مهندس صبري غازي، وشكرا لحضراتكم.